ولا احد ماذا حدث. يعني هو ارميلو الذي يغطي وهو ارميلو الذي قام بقتله. هو يطالب بوجود تسلل لكن ارميلو نفسه كان يغطي التسلل. ركنيه جديده لمصلحه غرناطه مرفوعه راسيه في المرمى. هدف اول لغرناطه في الدقيقه 22 بالضبط بعد 21 دقيقه و21 ثانيه ينجح فريق غرناطه في احراز الهدف الاول يبدو لي عن طريق نوليتو في الدقيقه 22. اذا يتقدم اصحاب الارض ويسجل غرناطه الهدف الاول في مرمى ريال مدريد واول هدف في الليغا الاسبانيه يدخل مرمى دييغو لوبيز بالوان ريال مدريد في فانيلة ريال مدريد. وهذه هي إعادة للركنية الصعود الممتاز والرأسية الممتازة. من لعبها؟ من لعبها؟ كأنه كريستيانو رونالدو. والله كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو هو الذي سجل الهدف، ليس نوليتو وليس ماينز، ولكنه كريستيانو رونالدو الذي يسجل في مرمى فريقه. طبعا لن يحسب له هذا الهدف في قائمة الهدافين، عنده 21 هدف لريال مدريد، ولكن هو الآن أول مرة كريستيانو رونالدو يسجل في مرمى ريال مدريد.